تشهد محافظة الدقهلية تدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة وطن واحد التي تستهدف قوافل طبية وتوزيع كراتين مواد غذائية وإقامة إفطار جماعي. المبادرة تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في 6 قرى مع توزيع 4000 صندوق للمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية. تضم القوافل الطبية جميع التخصصات وتصرف جميع الأدوية بالمجان. النهاردة في إطار الدور المجتمعي اللي بتقوم به جميع مؤسسات الدولة المصرية، النهاردة مجلس القبائل والعائلات المصرية بيقوم بكذا فعالية في محافظة الدقهلية. الفعالية الأولى إن شاء الله يكون في 6 قافلات طبية إلى 4 مراكز، 2 في الجنوب و2 في الشمال، أجا ومتغمر والمنزلة والمطرية، ل6 قرى. القوافل الطبية إن شاء الله هيتم تقديم خدمات طبية متميزة، بالإضافة إلى توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية لشهر رمضان. والله مجلس القبائل والعائلات المصرية في مبادرة وطن واحد هنا على أرض الدقهلية استهدفنا الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 6 قرى في 4 مراكز: متغمر، المنزلة، المطرية. وطبعا يعني احنا في هذه المبادرة بنقول ان مؤسسات الدولة في شراكة حقيقية بينها وبين المجتمع المدني، بحيث ان احنا كلنا فعلا وطن واحد. مفيش شك انه المبادرة رقم 15 على مستوى الجمهورية في محافظة عزيزة على قلوبنا وألا وهي محافظة الدقهلية، وخصوصا كمان القرى اللي احنا اخترناها بعناية شديدة جدا، وهي اكثر احتياجا، وهي بتكون في شمال محافظة الدقهلية. هم حوالي 4 مراكز، وهم النسايمة والروضة ونبليه والمطرية. دول يعني بنعتبرهم من المراكز الاشد احتياجا.